سجلت مملكه البحرين انخفاضا في اعداد الحالات اليوميه لفيروس كورونا. نعم، حيث اعلنت وزاره الصحه في اخر احصائيه لها تسجيل 37 حاله قائمه جديده منها 10 حالات لعماله وافده و 19 حاله لمخالطين لحالات قائمه، اضافه الى ثمان حالات قادمه من الخارج، في حين لم تسجل اي حاله وفيات خلال اليوم. فيما أعلنت الوزارة تعافي 32 حالة إضافية ليبلغ العدد الإجمالي للحالات القائمة 261 حالة